هنعرف دلوقتي الخطايا السبعة في حياة ليلى علوي. ليلى، انت من نوع لما بيغضب بيعتذر؟ لو غلطت بعتذر طبعا. هل عندك نوع من التكبر انك انت تعتذري لحد غلطتي في حقه؟ لا، لو غلطت بعتذر، بس ما عنديش تكبر. انا في عند يعني انا شخصيه عنيده، مش دايما بيبقى صح. طب هنشوف دلوقتي الخطايا السبعة اخبارها ايه معاكي. ممكن تسحبي اول خطيئه كده ونشوف الاخبار يعني. النص سحبت في النص. الشهوة. هل الشهوة تعتبر خطيئة؟ ما اعتقدش. لا، يعني اي حاجة بتزيد عن حدها ممكن تبقى خطيئة، لكن الشهوة ممكن تبقى حاجة كويسة، يعني حاجة موجودة في الطبيعة وفي الإنسان. وعلى فكرة الشهوة ليها كلام، يعني ممكن تتكلم فيها في حاجات كتير: شهوة النجاح، شهوة الجنس، صحيح. شهوة المال، شهوة الأكل، شهوة البلاي ستيشن، الفرجة على الأفلام، الماتشات، كل ده. لكن في تقديرك امتى الشهوة ممكن تتحول لخطيئة؟ لما تصل إلى حد الفعل مثلا؟ لما تصل طبعا لحد الفعل الغير مناسب، او في الوقت الغير مناسب، او في الحدود الغير مناسبه، اكيد تبقى خطيئه. وانا بقول انها بتبقى ممكن تبقى يعني خطيئه كمان على صاحبها لو بتزيد عن حدها. لو بتزيد عن حدها، يعني في شكل ممكن يبقى طبيعي وفي شكل ممكن يبقى مؤذي لصاحبها. في بعض الأعمال السينمائية فيها نوع من التركيز أكتر على الشهوة، بتشوفي أن هذه الأعمال مفيدة مش مفيدة؟ هل عملتي عمل زي كده قبل كده؟ أنا مش عارف، أنا شايفة أن كلمة الـ 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 الشهوة دي حاجة موجودة في الحياة، فإنها مش حاجة طول ما هي بالشكل الطبيعي اللي ربنا يعني قالهولنا فهي طبيعية طبيعية في الحياة، وبدونها يبقى مش طبيعي برضو. فبرضو نفس الحكاية، السينما بتنقل الواقع، فلو الواقع في مشاهد مثلا فيها حاجة ما بين لموقف ما درامي، فده بتبقى نسيج طبيعي، ما بتحسش ان في حاجة دخيلة. لكن لو حسيت ان في مشاهد بالمعنى اللي انت تقصده اللي انا ما بحبهاش، لما تكون في مكان مش موجود في الدراما، زي رقصة من غير لازمة، زي أغنية من غير لازمة، زي مشاهد ملهاش لازمة مش موجودة أصلا، يعني لو اتشالت يبقى السيناريو ماشي عادي، هو ده اللي أنا أقصده. فدي اللي تبقى مش طبيعية، ودي اللي أنا محباهاش، ولا ما محبش أعملها كمان. طب نروح للخطيئة التانية. أوكي. الغضب. هل ليلى علوي سريعة الغضب؟ مش في كل الأوقات. إمتى؟ الكذب بيخليني اغضب بسرعه قوي. الكذب وعدم الالتزام بغضب بسرعه قوي في جميع الحالات يعني. لكن انا عاده عندي اتعودت، عشان بشتغل من صغيره قوي، فتعلمت من اساتذتي ومن الزملاء الكبار اللي انا اشتغلت معاهم واستفدت منهم جدا، ان الواحد في شغله لازم يبقى هو الكبير، فالكبير ده دايما لازم يبقى متحكم. ولازم يتعلم ان هو الناس ممكن تيجي تشتكي له وهو يشيل غضبهم. فانا في الشغل وبطبيعه شغلي اتعلمت ان انا ابقى دايما اندر كنترول. اكيد طبعا ساعات ممكن حاجه تغضبني، مثلا توتر في تسليم حلقات، ما اعرفش ايه الكلام ده، اكيد بيحصل ساعات، او حد من قدامي مش على قدر الالتزام في الوقت ده اكيد ممكن يغضبني. بس الغضب مهذب، مش غضب قليل الادب. لكن تفتكري يعني ايه اصعب موقف مر عليكي في حياتك واغضبك جدا؟ بص، انا في موقف في حياتي اتعلمت منه مش هنساه، لان كان انا عندي من يعني من عيوبي اللي انا بعترف بيها وبحاول اني اصلحها، ان انا عندي رد فعل في تلقائيتي، رد فعل سريع وعالي. فمرة كنت صغيرة وكنت عايزة اشتري شقة في مصر الجديدة، وفعلا رحت، كان لسه مشروع صغير بيتبني وعمارة، والدنيا معرفش فاكرة في الدور السابع ولا ايه وكده، وبندفع اقساط لمدة سنتين.
فانا بشتغل وبدفع اقساطي وما اعرفش ايه وكده. وبعدين جيت وقت خدت رقم الشقه ورحت اتفرجت عليها في دور رواتي مش في دور عالي، ورايحه بقى خلاص بندفع اخر القسط ورايحين نستلم الشقه، فلقيت ان الشقه مش هي نفس الرقم بس مش نفس الشقه كمساحه ولا نفس الفيو ولا نفس الفيو اللي انا حبيته مثلا او اللي انا خلاص وافقت عليه. فحسيت ان انا يعني الناس دي بتستقرضني وبتضحك عليا، ورحت قلت لهم انا مش عايزاها، انا عايزه فلوسي ومش عارفه ايه وكلام من ده وكده، عيله خالص يعني، كنت ايه ما فيش 20 21 سنه يعني. فلقيته بيقول لي طبعا ومش عارف ايه، وراح محضر لي الشيك. فبراوة لما براوة بحكي بقى لماما وبحكي كده بقول لهم انا حصل كده، قالوا انت عبيطه، طب ليه كنت خلاص ما تاخديهاش، ده هم اخدوها منك عشان هيبيعوها باكتر 20% او 30%، فانت عملتي غلط يعني. يعني انت اتنرفزتي وكده بس خسرتي اكتر ما كان ممكن ان انت تقللي الخساره او تستفيدي. فانا ما عنديش الحته دي يعني، انا ممكن اخسر علشان انا حاجه مش مظبوطه وكده، ممكن اخسر، ما عنديش نصاحه ان انا، بس الواحد بيتعلم يعني، لغايه النهارده الواحد بيتعلم. بس ما فيش مره غضبك خلاكي تخسري انسان قريب منك؟ لا الحمد لله، لا لا خالص. لا عمري ما حد قريب مني يعني زعلته مني لدرجه ان انا ما اكلموش تاني او حاجه. طيب نطلع فاصل نرجع تاني عشان نشوف باقي الخطايا السبعة في حياة ليلى قلبي. رجعنا لكم تاني، والخطايا السبعة في حياة ليلى علوي. فاضل خمس خطايا. اختار الفينوس. وانت هتختاري بكل الشراهة. هل انت مصابة بخطيئة الشراهة؟ بتحبي تاكلي كتير؟ لا بحب الاكل، بحب استمتع بالاكل بس مش كتير لا، ومش ومواسم زي ما بيقولوا يعني. يعني مثلا طول ما انا بشتغل ما اعرفش اكل، يعني لازم اكل حاجه بس علشان ابقى شويه لبنه شويه سلطه خياره حاجه كده يعني. انا لما اكون قلقه بحس اني عايزه اندوخ، بحس اني عايزه لما اكون قلقه. هل انت ممكن لما تبقي متضايقه تاكلي كتير؟ لما بقى قلقه المضايقه مش، لا لو انا اتنرفزت قوي دلوقتي مثلا هتلاقيني ايه، رحت عايزه بقسماط، عايزه سندوتش جبنه، عايزه اي حاجه كده. لكن لو متضايقه اللي هو المضايقات اللي من جوه لا. القلق يخليني لو انا قلقانه بفكر في حاجه ومش عارفه اوصل لنتيجه او اتخاذ قرار او حاجه موتراني، هو ده اللي ممكن يخليني ايه احس ان انا عايزه اكل. بس هي مش شراها بقدر ما هي رمرمه اكل، انت فاهم قصدي؟ عندي شراها في الشوبينج. بص قولي ما تكسفيش، قولي انا عارف كل حاجه، قولي. يعني هو انا بيقولوا عليا ان انا شوبوهوليك. بس تعرف الناس ساعات يعني بيبقوا عايزينك مثالي زياده عن اللزوم، انا بتكلم عن الناس اللي حواليك يعني. او يعني انا بشوف ان انا طالما انا بعمل شوبينج في الميزانيه بتاعتي او في البادجت بتاعتي يبقى انا. بس هو انا شوبوهوليك بمعنى ايه يا عمرو؟ استنى انا بحلل نفسي دلوقتي. بمعنى ان انا لما اكون متضايقه احب اشتري، انا ما بحبش اقعد فاضيه. فلما بكون انا قلقانه ببقى مش عارفه اعمل حاجه، فاكيد بعمل حاجه، عايز اعمل حاجه وخلاص، انت عارف ازاي. فاروح نازله السوبر ماركت مثلا شاريه حاجات وفنبسط. فبس بمشي على حسب برضو يعني عمري ما احب يبقى الكريدت كارت بتاعي. واذا خرمت شويه بقى؟ واذا ايه؟ اذا خرمت شويه الميزانيه
تعملي ايه؟ اذا خرمت شويه الميزانيه بيبقى لازم بقى اجيب الضروري. ابقى لازم اجيب الضروري. وخد بالك كل ما الواحد بيكبر كل ما انا بعتقد بعرفش يعني كل ما بيتعلم ف بيقلل العيوب. مش كده ولا ايه؟ التدخين اخباره ايه؟ عندك شراهه في التدخين؟ التدخين لا مش قوي، اندر كنترول. يعني لو راكبه طياره او في مطار او كده ناوي افكر في. يعني كام علبه في اليوم؟ لا ما بكملش علبه. ما عندكيش شراهه؟ الا بقى لو بصور وبشغالين بقى 14 ساعه 16 ساعه ده ممكن يزيد. بشوف الخطيئة. وبعدين بيجي لي وقت كتير قوي اقول انا هشرب 5 سجاير واقدر اعمل كده. بتقدري تعملي كده؟ كويس. نشوف الخطيئة اللي جاي. الحسد. هل انت حسادة يا ليلى؟ يعني ممكن تحسدي مثلا واحدة زميلتك على دور حلو هي عملته؟ لا طبعا، لا بعد الشر، لا خالص، انا مش حسادة خالص، ولا حتى بحط الحسد في دماغي لحد يحسدني. يعني طبعا مؤمنة بالحسد ومذكور في القرآن وكل شيء، لكن أنا بقول دايما إن مثلا تعودت لو أنا خارجة، لو أنا داخلة ببتدي اليوم، ببتدي شغل، لو مش عارفة إيه أو كده، دايما أحب أسمي وأقرأ حاجة قرآن كده وأرمي الموضوع ده من دماغي. عارف أنا ما بحبش إن أنا أركز إيه الوحش اللي هيحصل، انا بحب اركز دايما في يومي ايه اللي عليا اعمله وايه اللي اعمله كويس يعني، وما بخافش وما عنديش حته ان ابقى لابسه خرزه زرقاء، ابقى مش عارفه ايه. بحب البس، بس بلبسه عشان انا مبسوطه بيه، مش بلبسه عشان ما تحسدش. فاهم عايزه اقول لك ايه؟ يعني بلبسه عشان موديله عجبني، لونه حلو، حابه شكله، لايق مع اللبس بتاعي، لكن مش بلبسه عشان ما تحسيتش. لكن انا لاني بشوف، سوري، بشوف ان كل حاجه بتحصل ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لي، والاسباب هي اللي بتختلف بقى. لا عمري حسدت حد على شغله او على بيته او على غيرتي من حد مثلا، حد عامل دور حلو، عامل فيلم حلو، مسلسل حلو، لا قلتي كان نفسي اعمل الدور ده؟ لا اقول كان نفسي اعمل الدور ده، لا. لكن اقول ياي كان فظيع، يعني ب ب ب بفرحه ونصره كده، مش بحاجه يعني، حتى كلمه يا بخته بتطلع بفرحه، مش بتطلع يا بخته بغل او انا متغاظه ان هو عمل حلو او حاجه. بالعكس، انا بشوف ان اي حد بيعمل عمل حلو، زميله او زميل او مخرج او مخرج جديد او عنده خبره او منتج او كده، ده بيرفع من مستوايا انا شخصيا. وامي علمتني ان اللي تحبيه لنفسك تحبيه لغيرك، واللي ما تحبيهوش لنفسك ما تحبيهوش لغيرك، فانا ماشيه كده. وهل انت ممكن تحسدي حد على صفة مش موجودة عندك؟ البرود مثلا، حد لو بارد مثلا يعني ابقى اقول يا بخته، او مثلا لو حد مثلا مش مجمع او ما مش فاهم او عنده اللامبالاة دي وتعرف يعني كتير قوي احسدهم. يا سلام على غبائك. اقول يا سلام يا بخت والله العظيم مرتاح. طب انت حسدتي قبل كده؟ الله اعلم. اكيد يعني، بص انا اعتقد ان اي بني ادم فات بكل حاجه، في حاجات بتبقى فاكتس كده، حاجه تتكسر، حاجه تقع، روح بيعيا. بجد بجد الموضوع ده بالذات انا ما بحبش اركز فيه بجد، يعني دايما بقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعله. بس ممكن مثلا تستعملي بخور، تحطي ايه؟ بحب البخور طبعا جدا، وكل يوم جمعه لازم ابخر، ولو مثلا دخل عمل جديد احب المكان يتبخر، وكل يوم جمعه لازم ابخر طبعا مع اذان الظهر. لا بحب البخور، بس مش بقى يعني بالشكل الاوفر يعني. عظيم. نشوف الخطيئه الخامسه. الغرور. ليلى انت مغروره؟ عارف ليه يا عمرو؟ عشان انا بمجرد ما بخلص شغلي وارجع البيت ببقى ليلى بنت ستيلا، يعني ببقى
يعني ببقى بني ادم يعني عاديه جدا طول عمري كده يعني خلصت شغلي لا انا ليلى والحمد لله الحمد لله ان انا ربنا كرمني كتير في شغلي سواء من افلام من مسرح من مهرجانات وجوائز وكل ده دايما ده مش يخليني اتغر كده ولا مثلا اقول ده انا ما فيش احسن مني ده بيخوفني اكتر من بكره. يعني عملت فيلم مكسر الدنيا ولا عملت مسلسل ناجح وخدت جايزة عالمية مثلا او دولية او في مهرجان ده مش بيديكي حالة غرور حتى ولا لحظات؟ والله 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 ما على اقوله شهيد نهائي. ويمكن لو ترجع للارشيف بتاعي وتلاقيني في بعد انترفيوهات من جوائز وكده اقول على قد ما انا فرحت قوي وحسيت ان انا يعني سعيده جدا على قد ما القلق بيصيبني بعديها على طول انا هعمل ايه بعد كده. ولا لحظه في حياتك فيها غرور؟ عمري ما اتغريت ولا قلت يا سلام انا كنت هايله؟ يعني انا بقدر قيمه اعمال انا عملتها لكن دايما بقول ان انا كان ممكن اكون احسن. اولا انا مش متكبره خالص ومتواضعه جدا الحمد لله ولكن انا من نوع مثلا لو داخله مكان اقول سلام عليكم وخلاص لكن مثلا ما ركز مين قاعد هنا ومين هنا او واحب يعني لو انا ينفع ان انا ما حدش يشوفني واقعد وما حدش كده يبقى سعيده جدا لكن ناس تفتكر ان انا داخله كده ما بتبصش ولا بتسلم ولا ما اعرفش دي مغروره هو بيبقى خجل انا ببقى خجلانه فما ببصش مين اللي قاعد عشان اروح اسلم عليه او لكن اكيد لو شفت حد او كده وحد اكبر مني سنا او كده لازم هروح اسلم بس لو شفته بس انا بخش المكان ما فناس كتير تفتكر ان انا مغروره او ما بحبش اسلم على حد بس انا مش كده خالص. طب افترض انك انت وقعتي مع حد مغرور تعملي معاه ايه؟ لو هي على قد المقابله وكده بقى بنفسي مش واخده بالي وبعذره او كده لو حاجه فيها حد بيحب يعني عايز كده ما ببقى مغروره قوي يعني ان انا عندي كبرياء فظيع على قد ما انا عندي خجل فظيع على قد ما انا عندي كبرياء فظيع وبشوف ان الانسان المحترم هو اللي بيحترم الصغير وقبل الكبير. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نشوف باقي الخطايا السبعه في حياه ليلى قلبي. هل انت كسوله يا ليلى؟ لما مثلا اكون مخلصه شغل مثلا تلاقيني كسوله قوي مش قادره اعمل حاجه وعايزه انام اكتر و تصحي الساعه كام يعني؟ لا انا من النوع اللي بحب انام بالليل يعني مش ما عنديش قلبه النهار دي الا ايام التصوير وده بيبقى شيء لا ارادي وشيء بيبقى متعب جدا. ممكن اسهر بس انام لازم انام ولازم انام 8 ساعات انا ولاني ما بنامش الظهر ولا حاجه فانا بنام 8 ساعات وخد مني طول اليوم اللي انت عايزه. لو انا بقى بشتغل مثلا كتير او عندي مثلا فتره نومي فيها مش كفايه بيجي لي بقى بعديها 3 4 ايام كده ابقى مش عايزه اسمع صوت مش عايزه اولع النور من كتر النور وكده بتبقى عايز نور هادي ابقى عايزه ما اصحاش بميعاد عايزه اصحى لوحدي متعه انك تصحى لما تبقى شبعت نوم فده ببقى كسلانة. ساعات طبعا الواحد بيجيله وقت كده بيبقى خملان فيه بس ما انا مش من النوع اللي بستسلم لان انا تعودت ان انا اكون مسؤوله وملتزمه فالحاجتين دول عارف الضمير الحي ده اللي شغال على طول فغصب عنك ما بتقدر مش ممكن ابقى مسؤوله عن حاجه او ملتزمه بحاجه وما اعملهاش ده نوعي الحمد لله يعني ربنا يقدرني على كده. تاني حاجة بيسموه ايه؟ انا دمي حامي يعني حركتي سريعة اكتف جدا وعندي برضو زي ما انا قلت في الاول من عيوبي اللي بحاول ساعات بتبقى مفيدة وساعات بتبقى مش مفيدة ان انا رد فعلي سريع وعالي فده بقول لك ما ينطبقش مع الكسل لكن في وقت الواحد بيبقى عايز يستمتع بمتعة الكسل يصحى وقت ما هو عايز ما مش عارفة ايه يبقى ما فيش دوشة يبقى انا مثلا من النوع اللي احب لما عندي طقوس كده في صحياني وفي نومي ايه بقى الطقوس
لا مش ما بنتكلمش عن الطقوس دلوقتي، بنتكلم على حاجه ثانيه. ايه الطقوس انت بتعملي ايه؟ يعني لازم حد يجيب لي القهوه باللبن الصبح. لازم ده يبقى يوم غير سعيد لما انا اقوم اعمل القهوه باللبن بتاعتي. فانا عندي مثلا طلبات كده اهوت. طب شربت القهوه باللبن وبعدين؟ خلاص بقى نمت 8 ساعات وشربت القهوه باللبن، اطلب اللي انت عايزه طول اليوم. فاهم عايز اقول لك ايه؟ لكن في عندي كام حاجه لو ما بيحصلوش ما ببقاش انا اليوم، مش يعني لا انا مزاجي مش حلو. طب ايه الحاجه اللي انت ممكن تكسلي عنها؟ ممكن اكسل اكل، ممكن اكسل العب رياضه، ممكن اكسل انزل ممكن ساعات، بس هو ما بيبقاش كسل اعتقد، على قد ما انا على قد ما انا ملتزمه وعلى قد ما انا مسؤوله، على قد ما انا ساعات بحب اسيب نفسي على مزاجي. نفسي اعمل ايه اعمله، يعني ما هو انا لازم ابسط نفسي وانا متطلباتي، يعني انا اللي بيبسطني ان انا اعمل اللي انا نفسي اعمله. تكسلي انك انت تذاكري لخالد مثلا؟ لا انا ما بعرفش اذاكر لخالد كويس. ما عنديش الموهبه دي. اللي بتذاكر خالد كويس قوي 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 اختي، اختي شاطره قوي. لكن انا اعرف اعمل بروجرام لخالد، يعني اقول له من كذا الجدول يعمل سكادول ومن هنا كذا واتابعه. وبعدين خالد بيعرف يعتمد على نفسه، لما بيبقى مش عارف حاجه بيبقى في حد بيساعده. طب هل انت كسوله في علاقاتك الاجتماعيه؟ ليه؟ عشان مشغولة ببيتي قوي، وعلشان على قد ما أنا بحب الناس، على قد ما أنا الريتم بتاع الحياة النهاردة أنا بشوفه أنه كويس قوي أنك تلاقي يوم في الأسبوع تخرج وتقابل فيه صحابك ومش يعني طبعا في الود موجود على طول، لكن أنا مش بتاعة خروج كل يوم مثلا والنهاردة هروح هنا والنهاردة هروح هنا والنهاردة هروح هنا. لا عمر حياتي ما كانت كده، يعني حتى ايام ما كان عندي 14 و15 سنه ما كنتش كده، يعني اللي هو سن الانطلاق كنت بشتغل وكان عندي اولويات وكان عندي كده. فانا ممكن اكون يعني كسوله في المشاوير والكلام ده، لكن مش ممكن يبقى فيه واجب وما اعملوش. نشوف بقى الخطيئه 7 والاخيره. الاخيره الطمع. انت طماعه يا ليلى؟ لا الحمد لله. ما تحبيش الفلوس؟ طبعا قال ما... لا هو طبعا مش بس في الفلوس. طبعا مش بس في الفلوس، طبعا في كل حاجه يعني. عارف انا طماع في ايه؟ مش في الفلوس، مش في عربيات، مش في ماديات، يعني انا طماع في الشغل، في التمثيل، في الدور، يعني ابقى طماع عايزه الاحلى الاحسن. لكن احيانا مش الاكتر. مش بتطلبي دايما زياده اجرك مثلا في الاعمال؟ ده مش طمع؟ انا بطلب ازود اجري في الاعمال. يعني هو مبدئيا الثلاث سنين اللي فاتوا دول مفيش زيادات في الاجر. مفيش اعمال اساسا. لا في بس مفيش زيادات في الاجر يعني على الكل يعني. فلا لا عمري. اولا الاجر بتاعنا وانت تعلم ده كويس حتى كاعلامي كمان ان 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 هو سوق عرض وطلب. انت بتجيب كم مشاهده كذا او بتتباع بكذا او كده فبيبقى اجرك كذا. فهي دايما حاجة بيحددها التسويق، العرض والطلب. مش وعلى فكرة ده مش أنا بس، ده لكل الناس. صحيح. ده لكل الناس. ولكن والمهم إنك تتعلم أو يتعلم هو النهاردة أنا بكسبك إيه فباخد إيه، فما بقاش طماع وأعمل كده مش هيحصل إن حد يشغلك. فهي دايما بتبقى عرض وطلب محسوس وملموس ما بين المنتج والتوزيع والنجم. تحب تحوشي؟ انا دلوقتي احب احوش، لاني انا كنت انا مصرفه، يعني انا طول عمري الحمد لله يعني اللي نفسي فيه وانا مش نفسي في كتير بعمله، والحمد لله احب ابسط كل اللي حواليا، اصحابي، ما احبش حد يأذيني، احب ان اللي اعزم يعني ف لكن اما كبرت اتعلمت ان لازم احوش. لا بتحبي تجيبي ذهب والماس؟ لا انا ما بحبش الذهب قوي، قليل يعني، بحب الذهب الاكسسوار يعني مش الذهب،
يعني مش اساور، مش سبايك، مش الكلام ده. الذهب الاكسسوار بحب الحاجات، الذهب الابيض اكتر، الدايموند، حجاره، بحب الحجاره الكريمه، بحب الحاجات القديمه، بفضل قديمه يعني اي حاجه قديمه تضيء على ذوقي بحبها. لا بس انا على فكره انا مش لاقيه فيا خطايات كتير، اخطاء كتير هنا، خطايات كتير. طيب خطايات كتير تعدي يعني. عشان انت جايب 7، هو في اكتر اكيد يعني. في اكتر. طيب دلوقتي انت لما اقسمتي في الاول وبعد ما واجهتك بال7 خطايا، انت جاوبتيني بنسبه كام في المية صدق؟ لا والله بكتير جدا في اللحظه اللي انا فيها دي. كان كتير قد ايه يعني؟ كيلو يعني مثلا؟ لا هو الكيلو كتير. كيلو ما يقضيش 4 تنفار اساسا. كام في المية تقريبا؟ لا يعني يعني عشان عمر ما يبقى حد 100%، بس بنسبة 99%. طيب هل انت عندك استعداد انك انت تواجهي جمهورك ومحبيك ومشاهدينك وتقول لهم انا النهاردة يا جماعة قررت ان انا اتوب عن خطيئة من الخطايا اللي كنت برتكبها على مدار حياتي؟ كمان قدام الكلام الناس. اولا كل سنة وانتم طيبين، عشان انا ما قلتلكمش كل سنة وانتم طيبين. وانا جاوبت بطبيعية جدا وبحقيقة كبيرة قوي قوي، وطبعا طبيعي ان الواحد دايما يواجه نفسه ويصلح من نفسه، ده انا بحاول اعمله طول حياتي. وانا السؤال المفاجئ ده مش عارفة انا هصلح نفسي ايه الزيادة اللي هصلحه، بس اللي انا عارفاه وطلع اثناء الحوار بتاعنا ان انا هحاول اكون ما يكونش عندي رد فعل سريع وعادي، وان ده على قد ما بيبقى في حاجات مفيد على قد ما بيبقى في حاجات تانية مش مفيد، فانا هحاول اني اخد منه الافادة بس وابعد الغير مفيد. بوعدكم بكده. ميرسي. ثانك يو. ميرسي.